وللتعليق على آخر تطورات في لبنان ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين عبر الهاتف. أهلا بكم سيدي. تحياتي لك. سيد علي، ماذا تعني استقالة حسان دياب اليوم بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت؟ يعني يجب الانتباه أولا إلى أن حكومة حسان دياب هي يعني حكومة أو أداة للسلطة الفعلية في لبنان، التي يعني أتت بحكومة حسان دياب، وهي بالدرجة الأولى حزب الله وتحالفاته، سواء مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب. وهي استخدمت هذه الحكومة، والتي كانت مرفوضة من الشارع قبل التفجير، استخدمت من أجل يعني محاولة استيعاب ما حصل في الشارع، ولكن ذلك لم يتحقق منه شيء. وبالتالي أمكن القول أنه هذه الحكومة فقدت يعني مبرر وجودها، ووجد أصحاب السلطة بأنه يجب الانتقال إلى مرحلة جديدة، وهي بالتالي لم تقم بأي إجراء لا إصلاحي ولا إجراء يعني يمكن الإشارة إليه طيلة 200 يوم من وجودها في الحكم. والآن يجري البحث، أعتقد أطراف السلطة الفعلية، وهذا يتناقض مع حركة الشارع، البحث عن أو التقاط كلمة الرئيس الفرنسي التي قال فيها أن حكومة وحدة وطنية. يحاولون اليوم الترويج بعض أطراف السلطة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، أي العودة إلى ما قبل حكومة حسان دياب، وهذا أمر أعتقد سيكون دونه صعوبات بسبب رفض الشارع، لأن الشارع يعني غضب الشارع في مواجهة كل بنية السلطة التي باتت يعني نعم في تفضل. ذات السياق، بالحديث عن كلمة حسان دياب، كان صريحا وقال إنه قاتل بشراسة، والمعركة بحسب قوله ليس فيها تكافؤ، واستعملوا ضدنا كما قال كل الأسلحة وكذبوا على اللبنانيين. ما مدى دقة تصريحات حسان دياب، خصوصا يعني أنه لا، حسان تفضل. دياب يفقد مصداقيته أساسا، يعني هو جاء ليقول أنه يريد أن ينفذ إصلاحات، لم يتهم أحد، لم يخوض أي معركة سياسية مع من يسميهم السلطة، لكن بل كان اتهم أداة ضمنيا طيعة. بالحديث عن تكافؤ بين قوتين. يعني هو إذا نظرنا، ما هو هذا اللبنانيين بيعرفوه، هو المحافظة بالتعيينات الإدارية مشاها، كل طلباتهم كان يعني تمشي ولا تتوقف، كل طلبات هذه السلطة التي ينتقدها. ما خدعوه الآن هو بأنه تخلوا عنه، باعوه يعني بثلاثين من الفضة كما يقال. هذا الذي أزعج حسان دياب، لا أعتقد أنه كان، ولذلك كان له كلمة قبل يومين تحدث أنه بعد شهرين بده يدعي إلى انتخابات نيابية مبكرة، لكن واضح أنهم يعني تخلوا عنه ولم يعودوا بحاجة إليه، وهو لم يكن له أي حيثية وأي وضعية، ولذلك كان الشارع، وهذا لا أقول كلام خاص، لأن الشارع كان يعبر عن رفضه لهذه الحكومة، وكان يعتبرها هي حكومة حزب الله ليست حكومة، وكان يلتزم بكل ما يطلب منه، ولم يقم بأي خطوة بستة أشهر الماضية يمكن الإشارة إليها أنها تظهر استقلالية أو تظهر قوة أو تظهر نزعة حقيقية من أجل الإصلاح ومن أجل مواجهة هذه السلطة التي يتهمها اليوم. اليوم هو فوجئ أنهم تخلوا عنه ببساطة، وأراد أن يقول هذا الكلام الذي ليس له أي صدى لدى المواطنين ولا لدى الذين عينوه ودعموه في البداية. نتحدث عن صدى الدور الفرنسي والميثاق الجديد الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، والمهلة التي أعطاها للقوى السياسية في لبنان، وهي 3 أسابيع. إلى أي مدى ستكفي هذه الفترة لترتيب الأوراق السياسية في ظل كل هذه الخلافات؟ يعني أنا أعتقد، وهذا يعني أمكن استيضاحه من المصادر الفرنسية، يعني عندما يتحدث عن ميثاق جديد، هو ليس المقصود تغيير النظام السياسي بقدر ما هو أنه يجب الاتفاق على آلية حكم وسلطة مختلف عما سبق، لأن الدخول في تعديل النظام هذا يدخلنا في متاهات
كبيرة، لكن هناك إمكانية برأيي بنظر الفرنسيين أنه الانتقال إلى مرحلة جديدة من دون الذهاب إلى تعديلات جوهرية، علما أن اتفاق الطائف يمكن أن يتضمن جملة إصلاحات يمكن السير بها. لكن النقطة الجوهرية وأن هذا النظام المافيا الذي يحكم البلد والذي أفقر البلد والذي نهب اللبنانيين ونهب مدخراتهم وذهب إلى أبعد من ذلك إلى قتل اللبنانيين من خلال التفجير الأخير لم يعد قادر على الاستمرار، هو بنفسه غير قادر على الاستمرار، يعني فقد كل مقدرات وإمكانية الاستمرار بعدما أفرغ الدولة والخزينة من كل الأموال ووصل إلى حائط مسدود وفقد جاذبيته. وبالتالي الدخول الفرنسي بهذا اللحظة ويدرك هذا التدخل الفرنسي بأن الشعب اللبناني مهيأ لأي حركة ولأي تحرك باتجاه يعني المساعدة على تغيير هذه السلطة. شكرا جزيلا لكم علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.